فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما القول الراجح في مسألة المبيت بمزدلفة؟ هل هو إلى منتصف الليل أو إلى غيبوبة القمر؟ إلى منتصف الليل، في الغالب أن القمر يكون قد غاب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ليلة العاشر يكون القمر قد غاب عند منتصف الليل. فهم تارة يعبرون بهذا وتارة يعبرون بهذا. نعم.